حرف السين إذا يكتب في ساقية إلى الأعلى ساقية واحدة كما في المثال. لاحظوا إذا من الأعلى إلى الأسفل هكذا مثال الكلمة كما في الصورة سمكة جيد. ثم في وسط الكلمة بنفس المقياس ساقية واحدة للأعلى مثال الكلمة كما في الصورة جيد مسمار. ثم السين في آخر الكلمة متصلة بالحرف الذي قبلها إذا بنفس المقياس ساقية أعلى وساقية إلى الأسفل. كلمة مثال لاحظوا إذا لدينا شمس إذا السين في آخر الكلمة متصلة بالحرف الذي قبله شمسون.